أنا بعرف أتكلم عبري كويس. تجمده أقصدت أنا؟ لا ده نصايح أنا هطبقها على دماغكم كلكم إلا الفلوس، وأنا هعرفكم مين ناجي عبد الله. يا حرامية نصابين يا ولاد الكلب. يلا يا مداع! أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. اسمع يا دي انت هو، انا مش جاي من اخر الدنيا عشان اقعد اعلف فيك وادور المكم لقسام البوليس. احنا خدامينك يا باشا. احنا هنسرق بنك. ايه؟ هنسرق بنك. والبنك ده فين ساعتها؟ في اسرائيل. فين؟ في اسرائيل. لنقرا الفاتحه. لا مشينا غلط. مفيش حل قدامنا غير اننا نرجع. اوعى تكون فاكر ان المعركه اللي جايه معركه الصواريخ والدبابات. لا، المعركه اللي جايه معركه نفسيه وحضاره واقتصاد. اللي هيشتغل اكتر هو اللي هينتصر. انا خائن وعميل وابن كلب، بس الحشيش ده برضه مش بتاعي.